والله من الظلم ومن الإجحاف أن يأتي العلمانيون وغيرهم وأبنائهم من المرتدون ويقيمون دولة علمانية تحكم بغير ما أنزل الله في هذه الأرض الطيبة المباركة. أرضي من غرب تراقب باتجاه الشمال. البيكيكي الأكراد أو دولة البغدادي الهلال أو النظام النصيري فلا نحرم من أجر الرباط والقتال عليها. وحتى يفجر نفسه في عمليات استشهادية أو في عمليات رك المفخخات. وهذه العقيدة إن تمكنت في قلوب المجاهدين جبهة النصرة وغيرها بإذن الله سيسود العالم. مضى الآن أكثر من عامين على إعلان بيع جبهة نصرة للقاعدة. الهدف الرئيسي المعلن عنه نظام إسلامي كامل.